حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده مختلف، يعني اول مرة اعمل حاجة بالطريقة دي. هيكون ايه؟ استحضر ملامح اي شخص وردد اسمه واعرف ماذا اريد منك. يعني انت هتحط شخص في بالك، هتستحضر ملامحه، هتجيب صورته، هتفكر فيه، هتغمض عينك وتحاول كده ان انت اكنك باصص له بجد في الحقيقة. تمام؟ انت كده بتستحضر ملامحه، اوكي. وبعد كده ردد اسمه كتير، يعني اقعد اقول مثلا احمد 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 ورا بعض كده، او منى منى منى، يعني اذا كان انت رجل او امرأة. تستحضر اسمه وتستحضر ملامحه وتقعد تردد في الاسم بتاعه، وبعد كده تختار، تفتح عينك تختار حجر من الاحجار، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. تمام؟ طيب لو انت مش عارف تختار حجر، ممكن انت تختار باول حرف من اسم الشخص، بس اهم حاجه في الناس اللي هتختار الاحجار والناس اللي هتختار اول حرف من اسمه ان انت تستحضر صورته في ذهنك وتردد اسمه. سيب لكم فتره ترددوا فيها اسمه. طيب نعرف الشخص ده ماذا يريد منك، ومشاعره ناحيتك عاملة ازاي بالظبط، وهل العلاقة دي فيها اي امل في يوم من الايام؟ هل العلاقة دي هتبقى بالخير عليك ولا الشخص ده هيفضل مغلبك؟ طيب القراءة تنفع لمين؟ القراءة تنفع للعلاقات المضطربة، تنفع لعلاقات الاون اوف، تنفع لعلاقات الكراش اللي انت معجب بشخص وهو معجب بيك وحاسس ان هو معجب بيك بس مش قادر يبقى عندك يقين بالموضوع ده، او هو لسه ما اعترفلكش. القراءة دي تصلح للشخص اللي محيرك، ايا كان مين الشخص ده وفي حياتك، ارتباط، انفصال، اعجاب، اي حاجة، للشخص اللي محيرك اللي بتفكر فيه دايما ومش عارف ترسى على حل. اوكي. طبعا اول مجموعة هتكون حجر الاوبال، وتاني مجموعة هتكون حجر الريد جاسبر. طيب يلا بقى نغمض عينينا دلوقتي ونستحضر ملامح هذا الشخص. طيب انت كده دلوقتي هتردد اسمه. اوكي. ودلوقتي هتبتدي ان انت تختار حجر من الاحجار، يا حجر الاوبال يا حجر الريد جاسبر. طيب تعالوا بقى نخش في القراءة على طول ونبتدي بحجر الأوبال. طبعا لو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. ولو حد محتاج يحجز قراءه مدفوعه يتواصل على رقم الواتساب بسيبهولكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا كده نبتدي ونشوف طاقه مجموعه رقم واحد، طاقتك انت، عشان لو الطاقه ما انطبقتش ممكن انت تشوف مجموعه رقم اتنين. تعالوا كده حابه اشوف لكم ورق الاوريكلز يداري ده عشان ما تتلخبطوش. عايزين نعرف طاقة مجموعة رقم واحد. طاقتك عاملة ازاي دلوقتي؟ الله. بصوا انتوا كنتوا بتمروا بفترة عصيبة للغاية، او لحد دلوقتي انت لسه في طاقة ان انت بتمر بفترة صعبة قوي، ولكن انت في بشارات جاية لك كتيرة ما شاء الله. يعني انا بفتح نفسكم اهو، لو انت مارر بفترة بقالك كتير قوي فيها تعبان، بقالك كتير قوي فيها مفيش حاجة في حياتك مظبوطة، حاسس ان انت مقيد، حتى لو في العمل بتاعك الموضوع برضو متقفل في وشك، فانت جايلك بشارات كتيرة جدا جدا. انا شايفة ان انت متحمل فوق طاقتك، يعني انت شايل حمل تقيل، شايل كلام تقيل، شايل تصرفات من ناس حواليك مضايقاك ومستحمل وجاي على نفسك. في حاجات انت حاسس ان هي مخفية عنك، في حاجات حاسس ان انت عاوز تعرفها يمكن عن الشخص اللي انت استحضرت صورته النهاردة في بالك، في حاجات عاوز تعرفها اكتر، في حاجات حاسس ان انت الشخص ده بيضحك عليك فيها. تمام؟ انت حاسس ان الشخص ده بيعمل حاجة من وراك. طيب في مرحلة انتقال في حياتك
والانتقال ده جاي بالخير، يعني من حاجة مش كويسة، من وضع مش كويس، وضع مضطرب لوضع متزن. كمان لو انت مستني او في انتظار اعتراف بالحب، فانا شايفة مجموعة رقم واحد في اعتراف الحب جاي في طريقك. ممكن يكون اعتراف من الشخص اللي انت بتستحضر دلوقتي صورته في بالك، او ممكن يكون شخص جديد خالص، ممكن ده او ده. بس شايفة ان في اعتراف بالحب لمجموعة رقم واحد، في شخص جاي يعترف لك بحبه وهي قريبا ان شاء الله. طيب في بدايات جديدة اهو. لو بتفكر في سفر فانت هتسافر، لو مستني مثلا تشوف هل هينفع ان انت تسافر او لا، فانا شايفة سفر، شايفة ان انت بتموت حاجات قديمة قوي في حياتك وذكريات مؤلمة وعاوز تبتدي بدايات جديدة، شايفة فرح وانتصار. لو انت مظلوم من حد فانت حقك هيجيلك وقدام الناس كلها وهتبقى فرحان. لو انت مثلا في دراسة دلوقتي او في عمل ومستني ترقية، فانا شايفة انتصار وشايفة ناس كتير حواليك بتبارك لك. شايفة كمان ان هيبقى حياتك الفترة الجاية فيها نوع من السعادة، نوع من الدفء، نوع من الإحساس بالاطمئنان من بعد وحدة، ومن بعد يمكن شخص سابك وباعك ومشي. شخص سابك وباعك ومشي لحياة فيها دفء واستقرار وطمأنينة. وكمان الحاجات اللي انت كنت هنا حاسس ان هي مش شايفها، مش عارفها، متخبية عنك، لا، الحاجات دي هتظهر لك وهتكون مستريح. لو انت عندك اضطراب بشأن ان في حاجة انت مش عارفها في الوقت الحالي او في الفترة الحالية، فانت هتعرفها وهتبقى مرتاح. طيب ممكن انت تكون من برج الحمل او من برج العقرب او من برج الاسد او من برج العذراء، وبشوف ده برج الحوت. ممكن يكون تاريخ ميلادك فيه رقم 10 جدا، ورقم 6، ورقم 13. اوكي طيب، تعالوا بقى نشوف الشخص اللي انت استحضرت ملامحه دلوقتي وملامحه في بالك ورددت اسمه. اول حاجة هنشوف ماذا يريد منك هذا الشخص. الشخص ده عاوز ايه بالظبط؟ ماذا يريد هذا الشخص من مجموعة رقم واحد؟ ماذا يريد هذا الشخص؟ عايز يسيطر عليك، عايز يسيطر عليك وعاوز يبقى هو كل حياتك. تمام؟ طيب الشخص ده ممكن يكون انتوا في علاقة إعجاب دلوقتي، اوكي، او علاقة ارتباط، ولكن هذا الشخص حاسس ان انت زي كده ممكن تسيبه وتمشي، مش مهتم قوي ان هو يكون في حياتك، او لو عمل حاجة كبيرة انت ممكن في اي لحظة تمشي وتسيبه. هو عاوز يبقى مسيطر على حياتك كليا. يعني المعنى المقصود هنا ايه؟ ان الشخص ده حاسس ان هو مش ضمنك، حاسس ان هو خلاص ما سيطرش على العالم بتاعك كله. تمام؟ فالشخص ده عاوز يسيطر عليك. ولو ده شخص فيه بينكم اعجاب، فهو برضو حاسس ان انت معجب بيه، لا مش معجب بيه كده، فهو عاوز يسيطر على دماغك. يمكن بيتصرف تصرفات يخليك انت تفكر فيه، يخليك انت تكلمه، يخليك انت اللي تقرب منه. المهم ان الشخص ده حس ان في بينكم انجذاب، حس ان في بينكم توافق، في بينكم تناغم، انتوا الاتنين فاهمين بعض، انتوا الاتنين دماغكم شبه بعض، فحابب انه يسيطر على العالم بتاعك. طيب هو شخصيته في الاساس هو شخص مسيطر، فادام حس ان هو معجب بيك فهو هيبقى عايز يسيطر عليك ويدخلك جوه العالم بتاعه، وتبقى انت يبقى هو العالم بتاعك كله، هو اللي بيدور بس في حياتك، هو مصدر الاهتمام، هو مصدر كل شيء. تمام؟ طيب الشخص ده احتمال كبير يكون برج الحمل او برج الجوزاء او طاقة نارية او طاقة هوائية. اوكي الشخص ده عاوز منك ايه؟ الشخص ده عاوز من مجموعة رقم واحد ايه؟
طيب الشخص ده يمكن حياته تعبانة، يعني ايه حياته تعبانة؟ حياته فيها تعب، هو تعب في حياته. ممكن يكون هو كان في علاقة وانفصل، او كان في علاقة زواج كمان والعلاقة دي خلاص راحت وتعب وشايل هم تقيل، ويمكن يكون برضو مسؤول عن بيته عن أسرته اللي هو مامته وباباه وكده، فتعبان في حياته. طب هو عاوز منك ايه؟ عاوز ياخد خطوة ناحيتك، هو خايف من الرفض او خايف ان انت ترفضه. ممكن يكون كمان الشخص ده هو علاقة انتوا مرتبطين وانفصلتوا عن بعض، انتوا كنتوا مرتبطين وانفصلتوا عن بعض، عاوز يرجع لك تاني، فهو خايف من الرفض. تمام. لو دي علاقة كراش، فهو خايف برضو ان لو قدم عليك خطوة يترفض، او ان انت تعامله كده معاملة مش كويسة. تمام. يا اما الشخص ده بيتعامل معاك بالرفض دايما، او بيتعامل معاك انه عامل حاجز. طيب هتقولولي يعني هو عامل حاجز وعاوزني اني انا افكر فيه واني انا يبقى هو مسيطر على دماغي؟ هو بيتعامل معاك بالحاجز علشان كده، علشان تفضل انت تفكر فيه دايما. تقول طب هو ليه بيتعامل معايا كده؟ طب هو ليه ممكن ساعات احس ان هو بيحبني وساعات يعمل حاجز، فيبتدي ان هو يشغل تفكيرك ويشغل بالك وعقلك وياخدك كده ناحيته، ما تبقاش قادر ان انت تفكر في حد تاني. دي اسلوب من اساليبه. هو الامبرور هو شخص حاسس ان هو شخص قوي، شخص ليه كلامه، ليه ان الناس تسمع كلامه، مش ليه كلامه، ليه ان الناس تسمع كلامه. تمام. وبيشوف نفسه ان هو دايما حاجة كده جميلة ولوحده، هو شايف نفسه كده. طيب تعالوا برضو نشوف اكتر شخص ده عاوز منك ايه. الشخص ده ممكن يكون شغال معاك في العمل اللي انت فيه، بيعمل معاك او هو رئيس العمل. طيب شايف هنا عندي علاقة ثلاثية، يعني هو في علاقة وبيفكر فيك وعاوز ان انت تفكر فيه وعاوز يكون معاك، بالرغم ان هو في علاقة. لو انت الشخص اللي انت استحضرته في دماغك دلوقتي ده قبل ما نبتدي القراءة، لو انت عارف ان هو اساسا في علاقة يبقى بالتأكيد القراءة دي ليك. لو انت استحضرت شخص في دماغك وعارف ان هو سنجل مفيش حد في حياته، ابعد عن حتة العلاقة الثلاثية. العلاقة الثلاثية للناس اللي عارفة ان الشخص ده هو في علاقة دلوقتي. طيب هو انت سيطرت على تفكيره جدا. بص هو ماسك لك السيف، الافكار اللي هو عمال يفكرها فيك تعبته، يمكن بيصحى من النوم، يمكن على طول قاعد بيراقبك بيشوفك، بيعرف تحركاتك، بيعرف انت بتعمل ايه، بس لانه الامبرور مش بيبين، فعشان انت سيطرت على تفكيره قوي وانجذب ليك بدرجة كبيرة، وهو يمكن سنه اكبر منك بكتير، يمكن هو خايف من حاجة ان هو يقرب منك يترفض. تمام. علشان كده عاوز يخليك انت تفكر فيه ويبقى هو العالم بتاعك كله، بتصرفات بقى وحركات عكس اللي هو حاسه. ممكن يكون تصرفاته دي يكون فيها الرفض او الحاجز او الاون اوف، دي تصرف من تصرفاته. طيب الشخص ده ممكن يكون في تاريخ ميلاده رقم 21 و4 و10 و16، او من برج الحمل او من برج الجوزاء. تمام كده. طيب تعالوا نعرف بقى مشاعره نحوك بالظبط. مشاعر هذا الشخص يا ترى مشاعره عامله ازاي؟ مشاعره برضه طالع لي طاقة ال 3 of pentacles. يا هو زميل ليك في العمل. تمام. يا هو في حد تاني في حياته او علاقة تانية، وانت عارف ان هو في حد تاني في حياته. طيب على فكرة الشخص ده معجب بيك جدا، وشايف ان انت حاجة مختلفة، او اتعاملت معاه باسلوب مختلف، والاسلوب المختلف ده جننه. حاسس ان هو مسجون في حاجة، حاسس ان هو مربوط ايده، مش عارف ياخد خطوة ناحيتك، مش عارف يعمل حاجة. مخزن مشاعره ومخزن احاسيسه جواه، ما بيتكلمش فيها. طيب
الشخص ده من اول ما عرفك اتعلق بيك وحس جنبك ان هو هيضعف، تمام؟ هو الامبرور، فحس جنبك ان هو هيضعف، ان هو هيحبك، ان هو انت هتشبكه كده او هتعلقه بيك، فمشاعره ليك مشاعر اعجاب كبيره جدا، ولما بيقرب منك، لما بيتكلم معاك، بيحس بمشاعر ضعف. الشخص ده متعلق بيك جدا، حاسس ان هو من ساعه ما شافك او من ساعه ما عرفك في تعلق كده غريب مسكه، او انجذاب كده غريب مسكه. طيب، شايفه ان ممكن يبقى في العلاقه بتاعتك وبتاعته عوائق، خصوصا لو كان الشخص ده في علاقه اخرى. شايفه كمان ان هو شايفك ستار، شايفك حاجه مميزه. التيب مومنت كازينا بيقول ان الشخص ده هو مسؤول عن بيت، عن اسره، يعني متزوج، او ان الشخص ده هو مسؤول في حياته عن والده ووالدته. بيحس جنبك بالفرحة لما بيتكلم معاك، لما بتشوفوا بعض. الله، الشخص ده بيحبك، الشخص ده مشاعره ليك مشاعر حب. كان الأول مشاعر انجذاب رهيبة، وبعد كده بقت مشاعر إن هو حاسس جنبك أو بيحس جنبك بالضعف، عشان كده بيقوي نفسه، ولكن هو فعلا في انجذاب روحي وحاسس بحب ناحيتك دلوقتي بالطاقة الحالية. دي تطور مراحل العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين، وكمان بيحس بالسعادة وهو جنبك. الشخص ده ممكن يكون من برج ايه؟ ممكن يكون من برج الجوزاء او برج الاسد، تمام؟ عندي رقم 7 و10 و8 و3. يا تاريخ ميلادك في الارقام دي، يا تاريخ ميلاده، لان هي طاقة مشتركة ما بينكم. تعالوا نشوف بقى، هل العلاقة دي فيها امل؟ هل العلاقة دي فيها أمل؟ هل في أمل في علاقة مجموعة رقم 1 والشخص اللي هم استحضروا صورته دلوقتي في خيالهم؟ هل العلاقة دي فيها أمل؟ طيب، برضو طلع لي العلاقة الثلاثية، ظهر إن في مجموعة كبيرة أو طاقات كبيرة بتتفرج، هي في علاقة ثلاثية، وعارفة إن هي في علاقة ثلاثية بس برضو متمسكة بهذا الشخص. طيب، بالنسبة للعلاقة اللي مش فيها علاقة ثلاثية، فأنت عارف إن الشخص ده سنجل، يعني مفيش حد في حياته، هل العلاقة دي فيها أمل؟ بالتأكيد فيها أمل إن شاء الله طبعا، وفيها مشاعر أقوى، وفيها تدفق للمشاعر، ولو ما كانش فيه اعترافات بالحب ففي اعترافات، في اوقات سعيده ما بينكم انتوا الاثنين، يمكن كمان في سفر، اما هو هيسافر لك اما انت هتسافر له لو انتوا بعيد بعيد عن بعض في المسافه. فبالنسبه لو انت سنجل وهو سنجل ففي امل بالتاكيد. طيب، تعالوا نشوف كده 3 كافس اللي هو العلاقه الثلاثيه، هل في امل في العلاقه دي؟ هل في أمل في هذه العلاقة، العلاقة الثلاثية؟ في أمل، في أمل، وبرضه في سفر. لو هو في مكان بعيد فهو هيجي لك أو أنت هتروح له، وفي أمل في العلاقة لأن في تواصل روحي ما بينكم، حتى العلاقة الثلاثية. مجموعة رقم 1، طاقتكم جميلة والقراءة بتاعتكم جميلة. تعالوا ننتقل لمجموعة رقم 2 ونشوف طاقتهم عاملة زي دلوقتي. طيب، تعالوا نشوف طاقة مجموعة رقم 2، الناس اللي اختارت حجر الريد جاسبر أو أول حرف من اسم الشخص. طبعا انتوا رددوا اسمه دلوقتي، وكمان استحضروا صورته في بالكم دلوقتي، تمام؟ تعالوا كده نشوف طاقتكم عاملة ازاي. انت مستني مسج من شخص، او عاوز تبعت مسج لشخص، عاوز تتكلم، عاوز تطلع اللي جواك لشخص معين، تمام؟ طلع لي تري، يعني انت بتفكر في بناء عيلة، بتفكر في بناء اسرة تكون سعيدة، او انت اسرتك اللي انت دلوقتي يعني موجود فيها، مامتك وباباك وكده، عاوز مثلا ان هم تكونوا مع بعض او تكونوا اسرة متماسكة او كده. طب لو انت سنجل فبتفكر في بناء اسرة سعيدة، تمام؟
طيب، شايفة ان انت يمكن في حاجات مش باينة لك، مش واضحة لك كويس، حاسس بفترة من التشوش، حاسس بفترة من التردد، كمان في انفصال حصل في حياتك او في علاقة عاطفية انت حسيت ان هو خلاص العلاقة دي مش هتصلح ومشيت منها. ممكن تكون كمان مش علاقة عاطفية، ممكن تكون علاقة اعجاب. طيب، شايفة ان في واحدة في حياتك مأثرة عليك، لو انت رجل فيمكن البنت اللي انت او المرأة اللي انت حطيت نيتك عليها او استحضرت صورتها في بالك، لو انت امرأة ففي واحدة امرأة مأثرة عليك في حياتك. مش لازم تكون المأثرة تأثير سلبي، لا، ولكن مأثرة تأثير ان هي الست دي او الامرأة دي مهمة في حياتك، يعني بتاخدي رأيها، ممكن تكون أختك، صاحبتك، والدتك، أيا إن كان. أنا شايفة إن أنت بعدت ناس كتير عن حياتك علشان الناس دي كانت تعبة نفسيتك، ودلوقتي عايش في الهدوء الداخلي والسلام الداخلي. شايفة كمان إن أنت جايلك زي انتقال من مكان إلى مكان، أو لو أنت أتيحت ليك الفرصة إن أنت تنتقل هتنتقل، أو من حالة إلى حالة، من شخصية إلى شخصية هتتغير، أو أنت في طريقك إلى التغير، خصوصا بعد ما مشيت ناس كتير من حياتك. طيب، تعالوا كده نشوف ورق التارو. أنت دلوقتي في طاقة وحدة، مفيش حد في حياتك، ولكن عندك انجذاب تجاه شخص. يبقى في انجذاب تجاه شخص، والشخص ده هو بعيد عنك، هو شخص انت معجب بيه هو بعيد عنك، او شخص انت انفصلت عنه هو بعيد عنك، او علاقة ارتباط وفي بينكم مشاكل، وانت دلوقتي لوحدك مش بتتكلموا مع بعض، بس برضو انت منجذب لهذا الشخص. طيب، انت بتدور على العطاء، بتدور على شخص يكون عنده كده حتة انه يراعيك، انه ياخد باله منك، انه يسمعك، انه يهتم بيك. انت بتدور على العطاء ليه؟ لان انت شخص اساسا من جواك معطاء، في عندك مشاعر ومخبيها للوقت المناسب والشخص المناسب والبدايات المناسبة. انت مستني اعتراف، مستني شخص يجي يمدلك ايده، شخص بعينه، يعني انت عارف الشخص ده لان انت عندك انجذاب ليه، يجي يمدلك ايده ويعترف لك بالحب. مستني الوقت المناسب، مستني ان الشخص ده يكون في الحالة المناسبة ليك، يعني يكون شخص مناسب ليك ويجي يتكلم معاك ويعترف لك بحبه، او يرجع ليك مرة اخرى ويصلح وضع علاقتكم ببعض. طيب، ممكن تكون انت من برج العذراء او من برج السرطان او من برج الجوزاء. تعالوا بقى نخش على القراءة ونشوف الشخص ده عاوز من مجموعة رقم 2 ايه بالظبط. انا شايفة بعد، شايفة ان في بينك وبين هذا الشخص دلوقتي بعد، في رحيل، هو سابك ومشي، يا اما انت سبته ومشيت، يا اما انتوا الاتنين عادي بتشوفوا بعض ولكن ما بقيتوش تتكلموا زي الاول، خصوصا في علاقات الكراش. طيب، الشخص ده عاوز ايه منك؟ الشخص ده لو انت امرأة فهو معجب بيكي جدا جدا جدا، شكليا شايفك انثى وشايف فيكي الحنان، شايف فيكي الجمال والحنان والرقة، شايفك رقيقة. تمام، لو انت رجل فهي شايفاك برضو انك جذاب، انك رجل جذاب. شايفة العلاقة فيها بعد لكل الطاقات، في بعد ما بينكم. طيب، الشخص ده عاوز ايه؟ الشخص ده عاوز يكسبك، حاسس ان هو علشان يوصلك عاوز مجهود، علشان يوصلك في حاجة لازم يعملها، خصوصا لو كان الشخص ده في عوائق بينك وبينه، يعني انت من جنسية هو من جنسية، انت اكبر منه سنا هو اكبر منك سنا بكتير، في بينكم اختلافات في العقائد، اختلافات في الديانة، يعني كذا حاجة. الشخص ده متزوج، انت متزوج، يعني ايا كان. بس انا شايفة ان انت في حياتك، ان انت حياتك سنجل، ممكن تكون انت او في الطاقة بتاعتك يعني كنت سنجل، ممكن تكون انت في علاقة زواج ولكن حاسس انك لوحدك،
وممكن يكون هو كمان في علاقة زواج، ولكن الظروف يعني مش سامحة ان انتوا تكونوا مع بعض، لاني انا شايفة ان هو شايف الشخص ده انه هيعمل مجهود علشان يوصلك، انه محتاج انه يعمل كده. هو عاوز منك ايه؟ هو عاوزك وعاوز يكسبك، ولو في عوائق عاوز يعديها علشان يكون معاك. طيب انت مسيطر على تفكيره جدا، وهو مسيطر على تفكيرك جدا. شايفة كمان ان هو عاوز منك ايه؟ دي حتة تتقال في قراءة غير، او كلام يتقال في قراءة غير دي، لان القراءة بتاعتك النهاردة مجموعة رقم 2، انتوا علاقة قدرية، فما فيش حاجة بقى اسمها عاوز مني ايه مش عاوز مني ايه. انتوا اتقابلتوا، وطبعا كلنا بنتقابل او كلنا بنكون ربنا مقدر لنا الشخص اللي هنقابله في حياتنا، يعلمنا درس، يكون شخص كويس، يكون شخص ناخد منه او نتعلم منه حاجة لبعد كده في حياتنا. ولكن في علاقات بتكون علاقات سابقة، زي توأم الروح، توأم الشعلة، او علاقة كرمية، اللي هو بيعلمك درس وانت بتعلمه درس، فانتوا علاقة سابقة، انتوا علاقة مقدرة ان انتوا تتقابلوا في الوقت ده في الظروف دي وتشوفوا بعض. شايفة برضو هنا طاقة علاقة ثلاثية. فلو انت عارف ان هو الشخص ده في علاقة تانية غيرك، اوكي، فتمام، يبقى القراءة متاحة جدا ومناسبة جدا جدا ليك. شايفك في مستقبله، الشخص ده عاوز منك ايه؟ شايفك في مستقبله ودايما بيفكر فيك. طيب تعالوا كده ناخد كروت اخرى ونشوف الشخص ده برضو عاوز منك ايه. انا بعمل بكذا كروت علشان الطاقة تكون اوضح. تمام، تعالوا كده نعرف الشخص ده ماذا يريد منك. انا شايفة ان علاقتك بيه فيها وجع، انت موجوع، هو موجوع، في علاقة وجع بينكم انتوا الاتنين. انت موجوع من الشخص ده بسبب معاملته مثلا معاك، هو موجوع منك بسبب معاملتك معاه، بسبب عوائق في علاقتكم انتوا الاتنين، مش قادر يكون معاك بشكل رسمي، مش قادر ان هو يحصل عليك، لان انا شايفة ان في جدية في العلاقة دي. الشخص ده عنده جدية تجاهك، ايا كان الشخص ده هو بالنسبة لك ايه، يعني بالنسبة لك كراش، بالنسبة لك انت شخص مرتبط بيه، بالنسبة لك شخص انت سبته وهو سابك بقالكم فترة، الشخص ده برضو عنده نية في الرجوع وعنده نية في الجدية في العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين مرة اخرى. تمام، طيب الشخص ده عاوز ايه؟ هو بيحبك، هو عاوز يبين لك الحب ده، او عاوز يبعت لك اشارات، يبعت لك تلميحات، يقول لك ان هو باقي عليك وانه عاوزك وانه يريدك في حياته، يا يريدك في حياته مرة اخرى بالنسبة للمنفصلين، او يريدك في حياته لو انتوا لسه طاقة اعجاب او طاقة ما بينكم يعني كراش، انتوا الاتنين بالنسبة لبعض كراش. طيب انا شايفاه ان هو شخص جدي في العلاقة دي، بالرغم انه ممكن يكون هو بعيد عنك في المسافة، ولكن شايفة ان في جدية. تمام، طيب لو الشخص ده من برج، او انت من برج الميزان، او برج الجوزاء، او برج السرطان، فالقراءة مطابقة معاك جدا. طيب لو القراءة او لو الابراج دي مش الابراج بتاعتكم، او الطاقات دي ما تخصكوش، فالقراءة بتكون مطابقة برضو، بس مش بنسبة الناس اللي طاقة الابراج بتاعتها طلعت، يعني فاهمين احنا بنقول الابراج ليه او الطاقات ليه، يعني ممكن تكوني انت مثلا برج الدلو فطلع طاقة برج الميزان، فانت الطاقة بتاعتك موجودة اللي هي الطاقة الهوائية، ولو انت برج الميزان اللي هو طلع في القراءة تبقى الطاقة اكتر مناسبة ليك. تمام، يعني يا الطاقة يا البرج بعينه يطلع. طيب تعالوا نعرف اكتر الشخص ده عاوز من مجموعة رقم 2 ايه بالظبط. عاوز الاستمرار في العلاقة، لو انتوا لسه مع بعض بس في بينكم مشاكل، عاوز الرجوع للعلاقة مرة اخرى لو انتوا منفصلين، عاوز القرب منك اكتر لو دي طاقة كراش.
طيب ليه هو شايف كده او ليه هو عاوز كده؟ لان عندكم طاقة التو اوف كابس، يعني شايف ان انتوا الاتنين مناسبين جدا لبعض، انتوا الاتنين زي بعض بالظبط. وهي عندكم طاقة ذا لافرز، ذا لافرز يعني شايف معاك الاحتواء، شايف معاك الحنان، شايف معاك كل حاجة يعني بمعنى الاصح، او انت العالم بالنسبة له. فالشخص ده عاوز يكون في قرب اكتر، عاوز ياخد خطوة اكتر للعلاقة ما بينكم انتوا الاتنين، يعني في قرب. وشايفة لكل الطاقات ان الشخص ده بعيد عنك في المسافة، او بعيد عنك مش بيتكلم معاك في الفترة الحالية، في بعد في العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين، سواء علاقة كراش، علاقة ارتباط، علاقة اي حاجة، اي حاجة في الطاقات اللي احنا قلناها باين جدا طاقة البعد في الكلام او البعد في المسافة، تمام. وانتوا علاقة قدرية، اوكي. طلعلي برج الجوزاء كتير قوي 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 قوي، يعني يا انت يا هو برج الجوزاء، او برج السرطان برضو طلعلي مرتين، او برج الميزان، تمام كده. بس برج الجوزاء مسيطر قوي على القراءة النهاردة. تعالوا بقى نخش في الشخص ده، ايه هو مشاعره نحوك، ما مشاعر هذا الشخص نحوك. مشاعره نحوك ايه؟ ناخد الكروت دي. مشاعر هذا الشخص تجاه مجموعة رقم 2. ترى مشاعره عاملة ازاي؟ برضه السكس اوف بنتكلز مشاعر عطاء، الشخص ده جواه حاجات كتير ليك، ولكنه شخص متردد. يمكن اللي خلاك تبعد عنه انه مش عاوز ياخد قرار بالقرب منك او بالرجوع العلاقة مرة اخرى. طيب مشاعره ناحيتك، انا قلت ان الشخص ده شخص جدي، مشاعره ناحيتك مشاعر ارتباط، مشاعر انتوا تكملوا مع بعض حياتكم انتوا الاتنين، ان انتوا تكونوا مع بعض. بس هو شخص متردد، ويمكن التردد ده بيضيع من عليه الفرص، بيضيع منه الفرص يعني. طيب طبعا زي ما انتم شايفين كده برضو تردد تاني، الشخص ده متردد قوي وعنيد قوي في نفسه، متردد وعنيد. طيب مشاعره نحوك ايه؟ مشاعر حب ومشاعر تواصل روحي عالي. الشخص ده يمكن انت حاسس ان هو توأم روحك، اوكي. بيفكر فيك جدا. كمان كارت التين اوف بنتكلز طلع لتاني مره، وده برضو بيدل لتأكيد الطاقه، وده برضو بيدل على ان الشخص ده جدي في علاقته معاكم، شخص جدي. برضو كارت السكس اوف بنتكلز، الشخص ده حنين 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 درجة كبيرة جدا، يا مجموعة رقم 2. وبرضو كارت الويل اوف فورشن اللي هو كارت عجلة الحظ، اللي هو كارت العلاقات القدرية، عشان قلتلكم انتوا علاقة قدرية مقدرة من الله، واحتمال كبير قوي تكونوا توأم روح. الشخص ده مشاعره ناحيتك مشاعر حنان، مشاعر رغبة في الوصال ليك مرة أخرى، مشاعر رغبة في تكملة حياته معاك، لكنه شخص عنيد، ويمكن هو اتعامل معاك بأسلوب العند ده وأسلوب التحكم وفرض الرأي مثلا، أو إن هو كان شخص مغرور شوية وانت بعدت بعيد عنه، أو محبتش إن هو يتعامل معاك بالمعاملة دي وبعيد، تمام. دلوقتي هو مشاعره ناحيتك مشاعر حب، مشاعر انه حاسس ان انت توأم روحه، او انت الشخص اللي بيكمله، او انه في انجذاب، والانجذاب هنا بعني بيه كل انواع الانجذابات، تمام. مشاعر رغبة في تكملة الحياة معاك، ان هو حس وعرف فعلا ان انتوا علاقة قدرية، لان هو مش عارف يطلعك من دماغه. ومشاعر وجع، قلت لكم العلاقة ما بينكم فيها وجع، في وجع في العلاقة ما بينكم انتوا الاتنين، يمكن انت موجوع منه وهو كمان موجوع، موجوع من بعدك، موجوع من طريقة انت اتعاملت معاها بيها. المهم ان في وجع في العلاقة دي، ممكن يبقى كمان وجع في ان الشخص ده عنده عوائق، او انت عندك عوائق بتمنع ان انتوا الاتنين تكونوا مع بعض، يعني هو متزوج انت متزوج، انت في بلد هو في بلد، في سن ما بينكم مختلف، في ديانة، في عقيدة، في اي حاجة ما بينكم مختلفة، فشخص ده موجوع، او ان انت قلت له كلام وجعه او تصرفات وجعته، او بعدت عنه مرة واحدة، او هو عمل تصرفات وجعتك وانت بعدت عنه مرة واحدة.
فانت موجوع وهو موجوع. اوكي، ممكن يكون الشخص ده من برج الجوزاء لتاني مرة، ممكن يكون من برج الحمل، ممكن يكون من برج السرطان جدا، ممكن يكون من برج الثور. اوكي طيب، تعال نشوف الشخص ده هل في امل في علاقتك بيه. هل يوجد امل؟ هل في امل في علاقة مجموعة رقم 2 الشخص اللي هم استحضروه في ذهنهم ورددوا اسمه؟ هل في امل في علاقتهم؟ هل في امل ان علاقتهم تتصلح؟ هل في امل ان يكون في اعتراف للكراش مثلا او رجوع للمنفصلين؟ ايس اوف كابس، واو، اعتراف، في اعتراف جاي لكم يا مجموعة رقم 2 بالحب، في اعتراف بالحب، في احاسيس رومانسية، في مشاعر عميقة. اوكي، في مشاعر عميقة وفي حاجات انت ما كنتش تتوقعها جايالك من هذا الشخص في الطريق. تمام، ففي امل ان شاء الله. ولو انت ظلمت في حياتك عامة اي نوع من انواع الظلم، او خصوصا في العلاقات، او هذا الشخص ظلمك بالفعل، فانت حقك جاي تالت ومتلت منه. او لو في شخص قديم ظلمك في حياتك، فالشخص ده هيكون العوض ليك. جايلك كارت العوض، جايلك كارت النصر. ان شاء الله. واو، ايه ده؟ طيب، على فكرة هو الشخص ده اللي مأخره عنك واللي مخليه مش بياخد خطوة تجاهك لحد الوقت اللي احنا بنتكلم فيه واللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو ده، ان هو شخص متردد جدا. شخص مش عارف ياخد الخطوة، دايما بيفكر بيفكر، وعشان هو بيفكر ومتردد ما بيعرفش ياخد الفرصة وبيعرفش ياخد الخطوة. ولكن برضو كل حاجة بتوقيت رباني، وبرضو لتالت مرة من كروت مختلفة يطلع لك كارت عجلة الحظ، الويل اوف فورشن، انت الحظ والسعد معاك يا مجموعة رقم 2. ولتالت مرة اقول لك ان انتوا علاقة قدرية وتوقيت معين ربنا هيكتبه تتقابلوا فيه مرة اخرى، او ترجع علاقتكم مع بعض سليمة مرة اخرى، وان هذا الشخص عنده مشاعر عميقة تجاهك، وان الشخص ده عاوز يرجع لك في حياتك، او عاوز يبتدي معاك حياة جديدة ما يكونش فيها دراما، ما يكونش فيها زعل. اوكي، كمان الكارت ده بيقولك ان الحظ بجانبك، وكمان بيقولك ان الشخص ده في سحر كده جذبه ليك خاص، في انت عندك سحر خاص جاذب هذا الشخص، وانت بالنسبة له شيء لامع. فان شاء الله في علاقة، في اعتراف في علاقة الإعجاب مثلا، كمان في رجوع للمنفصلين، كمان في لو انتم مرتبطين وفي بينكم مشكلة، في رجوع، في خطوة جديدة، في أمل في العلاقة دي، وكمان إشراك، في علاقة مشرقة قدامي ما شاء الله تبارك الله يعني. تمام، فهل في أمل؟ وخصوصا برضو لو الشخص ده ظلمك، الشخص ده جات عليه الكارما، خد بالك جات عليه الكارما وربنا جاب لك حقك وهيرجع لك حقك تالت ومتلت، وكمان الشخص ده هيرجع لك وهيطلب منك السماح، وهيطلب منك بداية جديدة لعلاقتكم ببعض. طيب، عندي برج الميزان، ممكن تكون انت من برج الميزان او الشخص ده من برج الميزان. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وكمان تكتبوا لي في الكومنتس تحت عاوزين قراءات ايه الفترة الجاية. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما عندكم تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا لكم، باي باي.